Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu selamu ala Muhammed hatim nebiyyin. Bismillah, bismillah, bismillah yine bide. عدنا إليكم أحبتي الكرام في موضوع آخر سنتطرق إليه جميعا، لكن قبل البداية وهذا ليس أمرا، المشاركة في قناتي بالضغط على جيم صابوني والضغط على جرس وتفعيله لكي يصلك الجديد. ولو أن التفاعل قليل بزاف، لأن علاش الناس كتمشي للتفاهة وكتفرج في التفاهات، فهذيك دوك القنوات اللي ما تعطيك حتى شي نصيحة. وأنا كنعرف بأن الناس اللي عندهم الجهل هما اللي كيمشيو لدوك الاشياء، لان ما كيلقى فين يفرغ الجهل ديالو وداك الكبت ديالو، كيمشي للروتين اليومي وكيمشي لدوك الناس اللي كيعريو الصحه ديالهم. وهادو حنا ماشي من داك النوع، حنا كنعطيو فوائد اللي كندرسو عليها ان شاء الله، وكنجيبوها من اش كيقول لي من بلاصه موثوقه اللي كتنفع الجميع. وحنا هضرنا على طنين الاذن وهضرنا على بزاف ديال الحوايج، ولكن تفاعل قليل بزاف بزاف بزاف. وانا اقسم لكم بالله انا لادسنس ما كنتسناش، ولا جاني خطره واحده لادسنس ب 16000 ريال، وديك 16000 ريال درتها صدقه، صدقتها، لان الحمد لله ما خصني حتى شي حاجه، الحمد لله ونعم بالله، الحمد لله قانع بداك الشيء اللي عطيني الله سبحانه وتعالى. وداك ادسنس كنصدقوا اللي يجي، الا جاني خطره واحده وصدقته في سبيل الله، وجاني في تقريبا في شهر خمسة اللي جاتني 16000 ريال، وصدقتها. الله يقبل الجميع، والله يقبل لكم انتم كذلك، لان كاع اللي كيشارك في القناه وداك الشيء راه حتى هو كيساعد في هذه الصدقه، وعنده حتى هو اجرين، اجر ديال انه تشجع القناه، واجر بانه دار صدقه. ان شاء الله نرجعوا للموضوع ديالنا، وهو اننا طرقنا ليه من قبل، هو شجره الثرو. وهذه هي شجره الثرو اللي كتجي قدامنا، نشوفها من الجدر ديالها، هي هذه الشجرة الثرو، ونطلعوا معها ان شاء الله حتى نشوفها كاملين. هذه هي شجرة الثرو. اغلبيه ديال الناس ما كتفرقش ما بين شجرة الثرو وشجرة العرعار، راه كاين فرق كبير ما بين شجرة العرعار وشجرة الثرو. شجرة الثرو فيها هاد الحبيبات، هاد الحبيبات اللي فيهم فوائد جمع وكثيرة، اللي كتنفع في التهابات ديال الحنجرة، وكذلك التهاب ديال الأنف، وكذلك الالتهاب ديال الرئة. ومن المعلوم أنها كنديرو بها واحد الشاي، كنشدو هاد الحبات هادو، راه طرقنا هاد الموضوع هذا، اللي بغي يشتو إن شاء الله غادي نديرو لكم فاش كيقولو في صندوق الوصف، اللي بغي يرجع باش يعرف كيفاش كنديرو الطريقة باش كنديرو الشاي. هي كنشدو هاد الحبة هادي وكنغسلوها مزيان، واحد ثلاثة الحبات، وكنحكوهم حتى كنحكوهم، وكننقعوهم في واحد الماء اللي هو طايب، الماء طايب بزاف، صاب دافي، ماشي طايب طايب، ولكن المهم باش يطلق، كيطلق واحد اللون ديال الشاي النيت. وما كنديرو ليهش السكر، لسه اللي ما فيش سكر بغى يحلي شي شويه ماشي مشكل، واللي عنده العسل يدير معاه العسل، راه مزيان الجهاز التنفسي ومزيان الانفلونزا. اي انفلونزا كانت عندك راه هذا راه تيخدم ليها، وراه ما فيه حتى شي اضرار، غير ما تكثرش منه، لان الانسان اللي كيكثر من واحد الحاجه ربما كترجع عليه باش كيقول ليه بشي حاجه اللي ماشي هي هذيك. ما نكثروش، نديروا ثلاثه ديال الحبات ونشربوا كاس في الصباح وكاس في الليل فاش بغيو نعسوا، وان شاء الله راه الانسان كي الدواء من هذا من الشباب بقدره، بالقدر ديال الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى تيقول لكل داء دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. لان الا علمنا شنو هو هذاك الداء وعلمنا شنو هو الدواء راه حنا علمنا، ولا جهلنا راه جهلنا. بحال فاش كنقول على طني الاذن بان ما عندوش الدواء، لان جهلنا بان ما لقيناش اش كيقول لي الدواء ديال طني الاذن. وحنا قدام هاد الشجره هادي اللي عندها هاد الرؤوس كتشبه الرؤوس ديال الوقيد، ديال الوقيد، ها هما الريش ديالو بحال الوقيد. اما العرعر لا، ما كيكونش بحال هذا الشكل، العرعر تيكون خضر بزاف بحال هكذا. ها هو عندي واحد شويه في يدي هنا، عندي واحد شويه غادي نديروها نوريك، خضر هو كيكون خضر بزاف بزاف بزاف، وما كيكونش بهاد الحبيبات، كيكون حبيبات صغار على هادو. هذا باش نفرقوه
والعرعر راه حتى هو فيه فوائد بالكثره للنساء كيديروا الشعر مثلا وكيغسلوا به الراس ديالهم باش تحيد لهم ديك القشره ودوك المسائل اللي كيكونوا شوائب اللي كتكون في الراس وداك الشيء. واساس محراه كاين شويه ديال الريح في هذا الوقت هذه. كنتمنوا الله سبحانه وتعالى ان يسقينا المطر. اللهم اسقينا المطر، اللهم اسقينا المطر، اللهم اسقينا المطر بحقك وبحق اسمك الحسنى وبحق الف لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. بحال اللي قلنا ان هاد الحبيبات كنديهم وكنديروا بهم الشاي، شاي عادي بحال اللي كتشرب الشاي. عوض باش دير الشاي بتاي نيت كدير الشاي بهذا وكتشربوا، كتشربوا في الصباح، مره في الصباح ومره في فاش كيقول لي في العشيه، وهذا يكفي وراه مزيان بزاف، راه مزيان الانفلونزا وهي الارواح اللي فيها الروح وفيه الالتهاب في الرئه ديالو او الضيق في التنفس يشرب هاد الحبيبات هادو، راه مزيانين بزاف بزاف بزاف. وكنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم، لان علاش الفيديوهات ما كنبغيش نطول فيهم، لان كاين الناس اللي كتمل من الفيديو، وانا راه ماشي راه غير رجعت باش نوريكم شكون هي الشجرات، غير باش نفرق ما بين شجره الثرو وشجره، لان الناس ديال الجزائر وبعض الدول كتقولك لا هذه الشجره كذا وهذه الشجره البلا وهذا صارت، كل واحد واش يقول كيسمي شجره، هذه كتسمى شجره الثرو، واللي بغى يعترف يعرفها مزيان يرجع لجوجل ويدير شجرة الثرو وغيتبان ليه الشجرة مباشرة يشوفها باش يقتنع بأن هذه هي شجرة الثرو، ماشي شجرة العرعر، راه شجرة العرعر فيها نوع آخر، ماشي ما فيهاش هاد الحبيبات بحال هكدا، وما فيهاش هاد الرؤوس ديال 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 اللي دايرين كيشبهوا اللقيدة، هما راه كيشبهوا اللقيدة، أنت كنت نشوفهم كيشبهوا اللقيد، أنت الرؤوس ديالهم كيشبهوا اللقيد، لأن الرؤوس ديالهم كيكونوا بحال أحمرين شي شوية مايلين للصفور الصفورية، هذا باش نفرقوا. أما العرعار فهو أخضر، ما فيش هاد 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 هاد, 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 هاد الحاجة اللي كنقولوا حنا بحال شوية شنو تنقول هاد اللون هذا اللي كاين في هاد الشجرة ديال الثرو. كنتمنى أنني نكون وصلت لكم الرسالة، وآخر ما نختم به هذه هذا الفيديو، وربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.